السائلة تسأل: ابن الصغير يحسن الرسم ويريد أن رسم الوجوه والأشخاص إلى آخره عفوا في المدرسة، يطلب منه في حصة الرسم. لا، الإسلام لا يحارب المواهب ولا الرسم، هناك أمور كثيرة نستطيع رسمها، نتجنب ذوات الأرواح، فهناك نهي واضح عن ذلك، أشخاص وما إلى ذلك. يرسم الطبيعة وجمال الطبيعة، أمور كثيرة نستطيع أن نعلمه أن يرسمه وننمي معه هذه الموهبة. هناك في المدرسة ألزموه بشيء معين، هنا يجعل الولد في تضارب، وبالتالي دورنا نقول له: نفذ هذا وإن كان خطأ، ونغرس فيه أنه لا يجوز ولا يكرره بعدما ينتهي من الحصة أو الامتحان وفقط. وعلينا أن نغرس في الأولاد من الصغر الصحيح والصواب، وعلى المدرسين في المدارس ألا يجعلوا الأولاد في تضارب بين ما هو منهي عنه وبين ما هو مطلوب منهم، وعلينا دائما وأبدا أن نغرس في الأبناء من الصغر ما يرضي الله ورسوله.